بسم الله الرحمن الرحيم. في أول دراسة عالمية لجامعة جنوب أستراليا نشرت بتاريخ 23/7/2018، تم تقديم أسلوب مدهش لعلاج الأمراض المزمنة يدعى نظام 2-5. لقد تم إثبات الفوائد المذهلة لهذا النوع من أنواع الصيام، ولكن ما هو نظام 2-5؟ إنه يعني بكل بساطة أن تأكل بشكل طبيعي لمدة 5 أيام وتصوم 2 يوم غير متتاليين من كل أسبوع، يعني المجموع 2+5=7 هو عدد أيام الأسبوع. يقول العلماء إن هذه الطريقة فعالة بشكل مدهش في المحافظة على صحة أفضل والوقاية من الأمراض المزمنة وتجديد الخلايا المناعية. ولكن العلماء يتساءلون، ما هو عدد ساعات الصيام المثالي في كل يوم؟ اليوم 24 ساعة كما نعلم. الجواب يأتي من جامعة إلينوي الأمريكية التي قامت بدراسة عام 2018، ووجدت أن الصيام 2 من كل أسبوع بنظام 16-8 قد أثبت فعالية عالية في علاج بعض الأمراض المزمنة مثل الوزن الزائد والكوليسترول والسكري. طريقة 16-8 تعني أن تصوم لمدة 16 ساعة وتأكل بشكل طبيعي لمدة 8 ساعات، المجموع 24 ساعة هو عدد ساعات اليوم. لقد وجدت هذه الدراسة أن هذا النظام قد أعطى نتائج مذهلة بعد تطبيقه لمدة 12 أسبوعا. إن فكرة الصيام لمدة 16 ساعة باليوم تم تجربتها لأول مرة في دراسة نشرت في مجلة الطب الانتقالي عام 2016، والتي أثبتت أن هذا النظام فعال في علاج أمراض عدة، منها أمراض القلب والشرايين وصولا إلى السرطان. الدكتور مايكل موسلي مبتكر هذه الطريقة يقول في حوار على صحيفة تيليغراف عام 2014 إن الصوم 2 بالأسبوع هو طريقة ثورية في علاج السكري من النوع الثاني وكذلك سرطان الثدي. كذلك مجلة الجمعية الطبية الأمريكية قامت بنشر دراسة عام 2017، حيث وجد الباحثون أن الصيام المتقطع له نتائج مذهلة في التخلص من الوزن الزائد. جامعة هارفارد أيضا أكدت عبر موقعها الإلكتروني أن الصيام هو أفضل الطرق الآمنة للوقاية من السكري وتنشيط نظام المناعة. ولكن الدراسة الملفتة للانتباه أجرتها جامعة جنوب مانشستر، ووجدت أن الصيام 2 بالأسبوع يعتبر من أسهل الأنظمة الغذائية وله تأثير كبير على الوقاية من الشحوم الثلاثية والسكري. مجلة الوقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة نشرت دراسة عام 2014 وضمت مؤلفين من جامعة هارفارد، وجدت أن تقليل السعرات الغذائية 2 غير متتاليين في الأسبوع له نتائج مذهلة على الوقاية من الزهايمر والسرطان وأمراض القلب وضغط الدم والسكري، وبخاصة للمرأة. كما أن هذا النظام يساعد على إنقاص الوزن وإطالة عمر الخلايا. سبحان الله. وبالفعل فإن مركز جينيسيس للوقاية من سرطان الثدي في مانشستر يعتمد الصيام 2 في الأسبوع كعلاج لمرضى السرطان لديه، حسب ما تقول الدكتورة ميشيل هارفي. أما جامعة بريستول البريطانية فقد قامت بتجارب على أكثر من 1000 مشارك لاختبار الصيام المتقطع 2
غير متتاليين في الأسبوع، ووجدت نتائج مبهرة الحقيقة تتعلق بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسن ملحوظ في حساسية الأنسولين. وأخيرا يمكننا أن نقول إن الصيام يومين بالأسبوع يعتبر اليوم من أكثر الأنظمة فعالية وفائدة في العديد من الدول مثل بريطانيا وأمريكا، وقد صدرت بالفعل العديد من الكتب التي حققت مبيعات كبيرة حول أهمية وضرورة صيام يومين من كل أسبوع. ولكن ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل غفل عن هذه الطريقة الطبية الرائعة في العلاج؟ لقد وضع لنا طريقة عصرية للشفاء سبق بها علماء أوروبا وأمريكا، بل طبق هذا الأسلوب في حياته عمليا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يومين غير متتاليين من الأسبوع، الاثنين والخميس، ومعدل ساعات الصيام بحدود 16 ساعة كل يوم، أي تقريبا من الفجر إلى المغرب، نفس الطريقة التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقرره العلم الحديث بالضبط. وعندما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أخرجه الترمذي. والله إن الإنسان لا يملك إلا أن يحب هذا النبي الرحيم الذي علم المتعلمين، فأمرنا بكل ما ينفعنا ونهانا عن كل ما يضر بنا. والسؤال: ألا يستحق هذا النبي الكريم أن يقول الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ صلى الله عليه وسلم.